السلام عليكم، مرحبا بكم جديد على قناة أستاذ الشرادين. معكم بروفيسور ما في هذا الفيديو. بغيت نهضر على المسألة ديال التحضير الامتحان الجهوي. كتعرفوا مؤخرا راه صدر الإطار المرجعي، واللي المفاد ديالو أن الامتحان غادي يكون في الرواية اللي تدرست من طرف جميع الأقسام. صراحة كيبقى واحد الإطار اللي مبهم. إلا جينا نشوفوا شنو هي الرواية اللي مشتركة مع جميع الأقسام فغادي نقولوا لا بواتا من غير، ولكن راه بزاف الأقسام كذلك قراو أنتيغون، وبزاف ديال الأقسام في نفس المنطقة قراو حتى لو ديرني جور دان كونداني، يعني كملوا المقرر. دونك هذه المسألة هذه كتخلق واحد النوع ديال الاهتزاز، واحد التلميذ ما كيبقاش عارف أشنو كيدير. ولكن النصيحه اللي نبغي نوجهها لكم ان كيف ما كان الحال راه خصنا نستعدو، ما خصناش نلاشيو. الامتحان بالمجمل كيبقى واحد الامتحان اللي هو سهل، ماشي شي حاجه اللي يستحيل انك تجاوب فيها، يكفي ان غير واحد شويه ديال الاستعداد. دونك الطريقه اللي غادي تستعدوا بها الامتحان راه باينه، هي انك تكون عندكم فكره على كل روايه باش هكذا تحسبا لاي مفاجات. لان انا خرجت في واحد الفيديو قلت لكم بلي كاين امتحان اختياري حسب داكشي اللي كان كيروج بيناتنا نحن الاساتذه والمفتشين، والامور كانت غاديه في هذا السياق هذا، وغادي تهبطوا التعليق وغادي تلقاو ان العديد من التلاميذ حتى الاساتذه ديالهم كانوا كيقولوا لهم بلي كاين امتحان اختياري، ولكن في نهايه المطاف كل شيء تبدل ورجع هذا الاطار اللي كيف ما كنقول غير مبهم. دونك تحسبا لاي مفاجات خص تركزوا بزاف على لا بواتا ميرفي، لان الى جينا نشوفوا الجمله فصراحه كتقول الروايه ولا لو موديل اللي جميع الاقسام قراوه، فالحاجه اللي مشتركه ما بين الجميع هي لا بواتا ميرفي، ولكن كتبقى الامور يعني مبهمه وغير حاسمه. وبالتالي غادي خصكم تركزوا بواحد الشكل كبير على لا بواتا ميرفي ثم اونتيغون، وتعطي واحد النسبه حتى لو ديرني جور دان كونداني باش هكذا درءا كيف ما قلت لي المفاجات. دونك الطريقه ديال الاستعداد هو ان دابا مشى الحال على مثلا الدراسه ديال المؤلف، ولا مشى على الحال انكم تقراو المؤلف من الاول حتى الاخر، لان كاينين ثلاثه مثلا. قبل كنا كنقولوا ركزوا على وحده فممكن ان نقراوها كامله وتديروا لها التلخيص وغادي يقد الحال، ولكن دابا باش تركزوا على ثلاثه راه يستحيل الدراسه ديال الفصول دابا اللي مازال مثلا سيغتو اللي مازال ما بداش كاع لا بريباراسيون، فيركزوا على لي ريزومي. لي ريزومي سيغتو لي ريزومي اللي كيكونوا ديتايي، ويخدموا لي كيسيون اللي كاينين مع اللي محتمله في كل شابتر. سيغتو مثلا لا بواتا ميرفي بحكم ان فيها 12 ديال لي شابتر، قراو لي ريزومي غادي تلقاو شي على الانترنيت، تلقاو شي ماشين ايغالمون بلي كاينين التلاخيص اللي هما ديتايي، فهذوك هما اللي ركزوا عليهم. اللي مثلا التلاخيص اللي كتكون فيهم جمله ولا جوج راه عرف بلي انك ما غاديش تجاوب من هذا الامتحان. دونك التلاخيص اللي غادي تكون ديتايي غادي تجدوا عليها لي كيسيون، تحاولوا تخدموا لي كيسيون، وهادشي كان حتى هي الطريقه اللي غادي نخدمها معاكم. دونك غادي تزيدوا لي كيسيون ديال كل فصل لي كيسيون ريبونس، وديروا دي زيكزارسيس على لي فيغور دو ستيل ولا لي شون ليكسيكو ولا لي روجيستر الى لقيتوهم داكو. وبيان سور دائما خدموا لي في لي سوجي، سواء لي سوجي ديال لا بواتا ميرفي، سواء اونتيغون، سواء لو ديرني جور دان كونداني، وخاصه بعد غير لو ديرني جور دان كونداني وجدوا ليها لي زارغيمون ديال لا بين دو مور ولا ريسيديف دي بريزوني، يعني ان ملي كي السجناء ملي كيعاودوا يدخلوا للسجن، يعني شنو هي الاسباب اللي كتخلي السجناء انهم يدخلوا من جديد الحبس وخا انهم يلا خرجوا مثلا. ف كيف ما قلت يعني لا بواتا ميرفي غتراجعوا ليها لي ريزومي ديال كل شابتر، لي كيسيون و كيلكو زيكزارسيس دو لونغ راه ضروري. وبالنسبه للانتيغون نفس الشيء، كل مشهد غادي تقراوه تقراو التلخيص. الصراحه مشى الحال على القرايه ديال المؤلف فغتقراو التلخيص دي زيكزارسيس و دي كيسيون ريبونس على كل مشهد. و لي ديرني جور دان كونداني فحتى الى ما قدش الوقت ممكن انكم تقراو غير لو ريزومي اللي كيكون جينيرال، وماشي بالضروره تركزوا عليها بزاف. اونتيغون ولا بواتا ميرفي راح تستعطوها تقريبا نقدروا نقولوا كاع 40% 40% لكل روايه ولا كل مؤلف، ولا ديرني جور دان كونداني 20% وما كاملاش، لان الاساس والاساس
خص لاباطا من البيض تضبطوها مزيان، ثم أونتيغون ولو دارنيي ماشي مشكل. ولي سوجي كيف ما قلت لكم خص تخدموهم كاملين. انا الطريقه اللي غادي نخدمها معكم، انا الا كنتو لاحظتوا اخر فيديو قلت لكم بلي ان أونتيغون غادي نقراها ديتاي، علاش؟ لان انا كنت ماشيه في هذا الصدد ديال اختياري، ولكن ما يمكنليش دابا نقراها دو مانيير، يعني نقدر انا نقراها بوحديتي، ولكن باش نديرها لكم فيديو راه غتاخذ الوقت بزاف. دونك انا غادي نقراها، داكشي الخلاصه والعصاره ديال كل مشهد غادي نعطيه لكم مع لي كيسيون ديالهم مع لي فيغور الى كاينين. وبالنسبه لا بواط ميربي فانا ما نقدرش نوعدكم بلي غادي نكمل لي ريزومي كاملين، مي الحاجه الاكيده هي غادي نعطيكم لي كيسيون ريبونس على كل شابيخ. وبالنسبه لا برودكسيون اكريت راني ديجا خدامه فيها بنفس الطريقه، كنخدم الحجاج ديال المواضيع اللي ديجا تحطات باش هكذا تكون عندكم فكره وتاخذوا الكلمات والافكار، باش واخا ما يتحطش مثلا داك لو سوجي داك الكلمات والكلمات والافكار اللي خديتيهم من المواضيع ديالي توظفوهم في مواضيع اخرى. داكو كنتمنى ان نتوفق في هذا البرنامج كذلك، وما تخرجش لينا شي حاجه جديده عاود، ومازال في باقي فيا الحال على انني سببت لكم في واحد الفرحه، ولكن راه حتى انا يعني حتى انا مشيت في نفس الغلط، وحتى انا البارح تصدمت بزاف. وباش نقول لكم النتيجه ديال الصدمه ديالي هي ان هذا النهار كنعس حتى ل 12 ديال الصباح، عمرها ما كنديرهاش ابدا الا الا كنت مريضه ولا شي حاجه، ولكن هذا النهار بالفقصه ديال البارح فبقيت نعس حتى ل 12 ديال الصباح، ومع 12 ونص مشيت نخدم. يعني حتى انا خديت الوقت ديالي، سمحت في التليفون، سمحت في هذا الشيء هذا، وارتحيت شي شويه، ودابا عاوتاني غادي نكمل معكم ان شاء الله. وخرجت لكم طبعه الحال بهذا الفيديو، حتى نتوما كنتمنى تنساو عليكم الاطار المرجعي، تنساو عليكم اي حاجه اللي تقدر توتركم، وركزوا على فقط الاستعداد للامتحان الجهوي. انا عطيتكم الطريقه، وبيان سور في الايام القادمه غنعطيكم، ولا غير في فيديوهات لاحقه غادي نعطيكم برنامج اللي تتبعوه باش هكا توفقوا ما بين جميع الدروس. والى ذلك كنتمنى تكونوا في تمام الصحه والعافيه. يا تري تري بيانتو.